هذا السحلب موجود في المطحنة الدولية، اوكي؟ راح نوريكم الطريقة، اوكي؟ عندنا كوب ماي، والكوب استخدمنا الكوب هذا المعياري، كوب ماي. حفظوا ان كوب الماي عليه 3 كفاش حليب بودر، اوكي؟ دائما كذي، انتم بتسوون لكم حليب على بودر لازم المعيار هذا الكوب عليه 3 ملاعق كبيرة حليب بودر، اوكي؟ يلا الحين. بعدين عليه كوبين حليب. يفضل نص الدسم. شوفوا. حطيت الحين كوبين حليب. عليهم من السحلب 3 ملاعق كبار. انتوا عاد يا جماعة وانتوا تحوسونه على النار بوقو الحين كله على البارد، ما حطيت شيء على النار. اوكي؟ 3 ملاعق راح اكتبها لكم. وانتوا تحوسونه اذا حسيتوا انه يبي زيادة حليب حطوا شوية زيادة ربع. اوكي؟ عشان اذا الشيرة لان هذا السحلب اوريدي فيه شيرة. انا ضقته لان انا مو زيادة شيرة، يمكن عند الناس عادي. فالحين كنت حق رفيجتي انها تزيد شوية. جزاك الله خير ما تنسي. اوكي؟ الحين راح يصير بس. هذا هو السحلب. عجيب خاصة بهالاجواء الباردة يا جماعة. طبعا على جنب راح نحط معون في سينمون اللي هو الدارسين باودر وجوز مطحون اللي يبي يحط من فوق بس.